الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا مشاهدينا الكرام، خطبة الجمعة لهذا اليوم بعنوان الأمل حياة. لا شك أن الدين الإسلامي الحنيف هو دين الأمل، دين التفاؤل، دين البناء والعمل. إن الأمل من القيم العظيمة التي دعا إليها الإسلام وجعلها جوهر الحياة، فالأمل هو شعاع النور الذي يبدد ظلام اليأس في القلوب، وهو الذي يبعث في الإنسان العزيمة والقوة والنشاط، ويشرح صدره للعمل والعطاء والجد والكفاح. مشاهدينا الكرام، أرى الآن فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة يصعد درجات المنبر ليخطب خطبة الجمعة لهذا اليوم، وهي بعنوان الأمل حياة. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، الحمد لله القائل في كتابه العزيز: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أحمدك اللهم حمدا يليق بجمالك وكمالك، وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك،
وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الملك الحق المبين. اللهم إن كنت تعلم أننا نحب طاعتك وعمارة بيوتك فلا تحرمنا بعد اليوم من فضلك علينا فيها جمعة أو جماعة. ربنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. ربنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا ضعفاء فقونا، مكروبون ففرق كربنا، اشف مريضنا وارحم ضعفنا، وعاملنا بما أنت أهله، فأنت أهل الفضل وأهل الرحمة وأهل المغفرة. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، فلا حول ولا قوة لنا إلا بك، فتولى أمرنا كله سره وعلنه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد، فإن أبواب السماء مشععة ولا تزال، وإن باب الأمل واسع وسيظل إن شاء الله، فلولا الأمل ما زاك طالب ولا اجتهد، ولولا الأمل ما زاع فلاح ولا حصد، ولولا الأمل ما فكر والد في إنجاب ولد، ولولا الأمل ما أخذ بأسباب التداوي أحد. يقول أحد الحكماء: عجبت لمن ابتلي بأربع كيف يغفل عن أربع، عجبت لمن ابتلي بالمرض أو الضر كيف يغفل عن قول رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ورب العالمين يقول في شأن سيدنا أيوب عليه السلام: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وعجبت لمن ابتلي بغم كيف يغفل عن قوله تعالى: لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ورب العزة يقول بعدها في شأن سيدنا يونس عليه السلام: فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وليس هذا لسيدنا يونس خاصة، إنما للمؤمنين إلى يوم الدين، لأن الله يقول: وكذلك ننجي المؤمنين. وعجبت لمن ابتلي بالخوف كيف يغفل عن قوله تعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل. ورب العالمين يقول بعدها:
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وعجبت لمن ابتلي بمكر الناس له أو به كيف يغفل عن قوله تعالى على لسان مؤمن آل فرعون: وأفوض أمري إلى الله. ورب العزة يقول بعدها: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. اللهم إنا نفوض إليك أمرنا كله سره وعلنا، فتولى أنت أمرنا، أجبر كسرنا، وارحم ضعفنا، وعاملنا بما أنت أهله من الفضل يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. توبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى. الأمل الحقيقي هو الأمل المبني على العمل والأخذ بالأسباب، ذلك أن الله عز وجل يقول: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ولم يقل اقعدوا في الأرض أو في جوانبها وكلوا، وإنما قال فامشوا، فالمشي سعي وأخذ بالأسباب. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطيرة تغدو خماصا وتروح بطانا. فهي تغدو وتروح، والغدو والرواح سعي وأخذ بالأسباب. وكان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقني، وقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. وفي هذه الأيام الطيبة المباركة، نعيش في أيام عظيمة مباركة، هي شهر الله المحرم، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وخص من هذا الشهر يوما خاصا، هو يوم العاشر، يوم عاشوراء الموافق غدا السبت إن شاء الله. فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن صيامه يكفر السنة التي قبله، ويستحب أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده أو يوما قبله ويوما بعده. نسأل الله في هذه الأيام الطيبة المباركة أن يتقبل أعمالنا. اللهم تقبل دعاءنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اجبر خاطرنا، اللهم اغننا بغناك، اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. ويا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا واستووا، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء في السجود بأن يرفع الله البلاء عن البلاد والعباد. نسأل الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا وسائر بلاد العالمين، وألا يحرمنا فضله في بيوته مرة أخرى. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين،
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.